لنصل، فحقيقتهم ليست كما تعتقدون. تسعى السلطنة جاهدة إلى لفت النظر إلى مرض التوحد وطريقة التعامل معه وكيفية تشخيصه لتوعية المجتمع بهذا المرض من خلال المناشط والفعاليات المختلفة. احتفلنا إن شاء الله اليوم بهذه المناسبة الطيبة، هو عبارة عن فئة في المجتمع لابد أن نتقبلها بكل صدر رحب، وندعم الأهالي بأي طريقة من الطرق، سواء من مراكز التوحد أو من القطاع العام وقطاع الخاص. مرض التوحد هو اضطراب يلاحظ على الطفل عادة منذ الطفولة، أما أعراضه وعلاماته الرئيسية فهي ضعف التواصل والتفاعل الاجتماعي. فئة التوحد يعني في سلطنة عمان ما شاء الله يعني في سعي بشكل كبير جدا من الجانب الحكومي في دعم هذه الفئة بشكل مخصص مقارنة بفئات التربية الخاصة، فلذلك تعتبر هي الفئة الوحيد من فئات التربية الخاصة التي يقدم لها الدعم المادي والمالي اللي هي فئة التوحد صراحة، ونطالب أيضا أن يكون هنالك دعم أيضا لفئات التربية الخاصة الأخرى اللي هي الإعاقة العقلية وبطء التعلم والداون سندروم بشكل يعني كما يحصل عليه الدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد وأسرهم. إيمان واحدة من المصابين بهذا المرض، لكنها بدأت وبمساندة أسرتها تتحسن بشكل كبير من خلال التدريب والتأهيل المستمر واحتوائها بالشكل الأمثل كي تكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع. طبعا هذه الفئة أخي العزيز فئة إن وجدت الدعم الإشكالية أتوقع يعني ستكون لها حلول كثيرة، يعني من تلك الحلول ومن تلك الأشياء يعني لها كثير من الأهمية، التشخيص ثم التأهيل وبعد ذلك الاندماج في المدارس، فكل ما كان المجتمع متقبل لهذه الفئة وكانت الفوائد كثيرة. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار.